هذا ولوح المترشح الرئاسي علي بن فليس عن نيته الانسحاب من المشهد السياسي وتسليمه مش على طلائع الحريات لإطارة حزبه من الشباب. كما كشف بن فليس عن عدم نيته الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من قبل سلطة محمد شرفي. علي بن فليس وفي ندوة صحفية عقدها مساء اليوم بمقر مداومته بحيدرة بالعاصمة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات أكد أنه يظل ابن الدولة الوطنية وقد ترشح للرئاسية إيمانا بمشروعه الذي يخدم البلاد. وفي هذه اللحظة بالذات وأنا أخاطبكم فإنما يغمرني من مشاعر عميقة هي مشاعر الامتنان والعرفان لكل من آمنوا بهذا المشروع السياسي ومدوا لي يد العون في حمله والدفاع عنه. أيها الشباب ها أنا ذا أوفي بعهدي وأسلم لكم المشعل، فزمام المبادرة عاد بين أيديكم والكلمة لكم. أتمنى من صميم القلب كل الخير وأتمنى من صميم القلب كل الهناء للجزائر الحبيبة وكل الطمأنينة والرفاه لشعبنا الأبي. أشكر السلطة المستقلة على ما قامت به من مجهودات في إطار هذه الحملة الانتخابية، وأذكر كذلك وسائل الإعلام وأعلمها وأخبرها أننا لم نتقدم بأي طعن بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية.